التي إلى قيصص عيد وإلى نجلة بودن وإلى هذه الحكومة المعينة الضعيفة. راكم اليوم كل نهار تضيعوه من غير ما تلقاو الأفق وتوصلونا إلى بر الأمان، راهو باش يكون خطر إضافي يتزيد على وحدة تونس وعلى سلامة ترابها وعلى الوحدة الوطنية وعلى السلم الاجتماعية. اللهم اشهد أننا بلغنا. هذه نقطة نحبها تكون واضحة.